هلو، هاو ار يو؟ كيفكم يا حلوين؟ اكيد بتحبوا حصه الانجليش وبتحبوا حصه مس ايمار، اكيد. ثانك يو فيري ماتش اند اي لاف يو فيري ماتش. اوكي يلا نشوف حصتنا اليوم ودرسنا الكتير حلو، هو which is about phonics اللي هو عن الاصوات. So please first open your pupil's book on page 29. Okay. Now, what is our lesson about? Look. Look and listen. Look and listen. A, cake. A, cake. Okay. C, egg. Cake. Cake. B, egg. Bake. M, egg. Make. G, eight. Gate. Gate. Okay. إذا ملاحظين على السريع، على فكرة هذا الدرس مش جديد علينا، هو مر فكرته مرت علينا في الـ first grade بالصف الأول، درس الأصوات، في كلمات، في صوت متشابه في بين أكم من كلمة، مثل اليوم بالضبط في عنا صوتين، مر علينا ache وعملته بسيركل، ومر علينا eight وعملته like a cloud يعني بغيمة، مشان نميز أنهم هم two different sounds، لكن إلهم the same rhyme، إلهم نفس درجة الصوت ache. 8 لكن الفرق بالحرف الوسط T وكي right ache 8 اوكي يعني يا ثاني يا حلوين انا هون عملت لكم بخط كبير وحلو جهزت لكم هاي درسنا about two sounds ache 8 كتبت لكم اياها ache بالان ريد بالاحمر و8 بالبلو بالازرق طيب وزي ما هي بالكتاب exactly زي ما هي معطيني أول كلمة بالإيك على الكلمة كيك أنا نفس الشيء مجهز لكم صورة كيك يامي delicious هيها كيك وحبيت أكتب لكم إيك إنه نفس هي نفس الحروف اللي هون إيك كيك كيك مين فينا ما بيعرف الكيك خاصة الهابي بيرثداي كيكة الميلاد right هلأ this is a delicious cake Okay, it's a delicious cake. Cake. Okay. What is the next word? هلا نشوف الكلمة الثانية على ache. And it is bake. Bake. هلا خليني أسألكم وأنا واقف شوي. ما بعرف إذا إنها جديدة عليكم. لكن إذا جديدة على بعضكم هي من الصورة مبين قاعد بيخبز الخبز. Right? Bake. Baking. Bread. بخبز الخبز فعادة احنا بنسمي المخبز بيكري صح والخباز بيكر ويخبز بيك كلمة بيك يخبز بيك يخبز اوكي بنتعلمها نتذكر الخبز اللي دائما احنا بابا بشترينا اياه من المخبز هو البيك بيك اثناء عملية صنع الخباز بكون بيك بيك يعني بخبزه اوكي طيب خليني أشوف أنا عملت لكم صورتين وإنتوا اختاروا اللي بتحبوها هلأ مرة زي هيك عملت البيكر هو قاعد بيك بريد أوكي and here we have a grandma الله يعطيها العافية عملت لنا كمان نفس الشيء بريد بيك أوكي التنتين يا مس صورتين على نفس الكلمة كلمة بيك بيك وهي صوت إيك أوكي لسه أنا بكتب بالأحمر أوكي عشان نوحد إحنا هلأ إذا تعرفنا على كلمة The first word cake وهي سهل كتير 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 I think إنه كل الناس بيعرفوها صح bake ما بعرف إذا نيو عليكم جديدة لكن هينا تعلمناها bake يخبز bake okay طيب هلأ نرجع back to our book what is the next word which is make طلعوا يا مسعى هاي الصورة كويس قاعدة هاي الست قاعدة بتصنع لنا بسلة من القصب شطورة إشي عن جد إشي فن هذا هلأ أنا عندي هاي الكلمة هون جبت لكم صورة الباسكت وهي مصنوعة جاهزة ميك بس أنا حبيت كمان أعمل لكم إشي تقريبي أكثر شو يعني يصنع هي ميك معناها يصنع كمان إذا كلمة جديدة خلينا نشوفها بالله نركز عليها ميك يصنع هلأ حكيت لأولادي الله يرضى عليهم قلت لهم بالله تصنعوا لي أبوت قارب صح؟ وصنعوا لي إياه إذن هم make أوكي make يصنع make طب أنتوا شطورين زي ولادي بتعرفوا تصنعوا can you make a boat بتعرفوا تصنعوا قارب أو صاروخ
من ورق، هذا زي نفس المبدأ هيك. طيب خليني أشوف إبداعاتكم. أوكي، وأنتوا تصنعوا في يومس احكوا كلمة ميك ميك ميك. أوكي، ميك ميك ميك، هذا شايفين قارب يمشي في المي، ميك. إذا أنت أي شيء بتصنعه ميك، نحكي الكلمة ميك ميك. إكسلنت إكسلنت. إذا هيك يا مس يا حلوين، مش أنا حكيت لكم من بداية الحصة إنه إيك في إلها ثلاث كلمات بدرسنا اليوم؟ هيهم: 1 كيك، 2 بيك، 3 ميك. أوكي؟ ميك. هلا زي ما وعدتكم ضل عندنا الصوت الثاني اللي هو 8 8. أوكي؟ 8 معطينا هون بل بيوبل ون وورد، عندنا كلمة واحدة اللي هي جيت، اللي هي جيت اللي هي بوابة، بوابة خاصة للي ساكنين مثلا ببيت مستقل، ممكن عاملين سور وبوابة بنسمي هاي البوابة جيت. أو مثل يا مس لما أنتوا كنتوا تيجوا على المدرسة، لما تروحوا عليها when you go to school، هلا رح تدخلوا من الجيت. أوكي، you come in or enter from the gate. أوكي، لما تدخلوا من بوابة المدرسة، شو لون البوابة؟ the color of our school gate. excellent، black. لون بوابتنا أسود مدرستنا، صح؟ excellent. هلأ gate بوابة، وده جديد علينا، هينا مارسناها عرفناها أنها gate بوابة. okay again what is the color of our school gate؟ black. excellent. هلأ نفس الشيء وعدتكم أنا إيش كلمات ال eight. الصوت الثاني the second sound is eight and the first word اللي هي gate gate بوابة gate. أوكي، شو ما يكون شكل هاي الجيت بوابة، طريقة هاي أو طريقة الكتاب أو الطريقة اللي عندكم بالبيت اللي هي gate gate gate. أوكي good. and what else we have؟ هلا بالpupil just we have one word، بالpupil يا مس انتبهوا، معطينا بس كلمة واحدة على eight right. هلا ضل عندنا كلمتين هم موجودين بصراحه بالورك بوك، بس انا حابه احكي لكم اياهم هلا، ناخذ فكره عنهم مشان لما ندخل على الورك بوك بنكون الامور كتير سهله علينا، تكون فيري ايزي. هلا ذا سكند وورد على الايت اللي انا كاتب لكم اياها بالبلو ازرق، بلايت بلايت، صحن صحن يا مس، اللي بناكل فيه صح، الصحن هذا شايفينه هيك المسطح بالشكل هذا، plate plate. عيدوا وراي الله يرضى عليكم، يلا plate plate. اوكي هلا واخر كلمه the third word on eight هي which is date date. من الصوره يا رب اكون لونتها صح، هي حبه التمر، حبه التمر. do you like eating dates؟ بتحبوا اكل التمر؟ yes I do. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حكى من السنة إننا نأكل تمر، صح؟ بعطينا طاقة ونشاط وذكاء وكل إشي، صح؟ طيب date. هلا يا مس سواء كانوا جداد عليكم أو مش جداد، أنا متأكدة إنه إن شاء الله بكونوا هيك انحفروا بذهننا بذاكرتنا، أوكي؟ خاصة لما نكررهم، خاصة لما نكررهم ونكتبهم أكثر، أوكي؟ طيب إذا again we have ache eight. إذا إحنا درسنا phonics يعني أصوات sound اللي هو ache eight. again we have ache cake. يا مسي حبيبين عيدوا وراي repeat after me ache cake ache bake ache make. now eight gate eight plate eight date. thank you لإلكم لأنكم عدتوا وراي، thank you لإلكم، thank you thank you، لأني أنا بعرف على الكاميرا مي بعيد على فكرة، thank you لإلكم. طيب هلا يا حلوين نشوف إيش هنا، في عنا song كتير حلوة ما رح أطول عليكم فيها. okay listen read and say. هلا بنقدر نسمعها على السي دي، okay ونشوف كلماتها، بس أنا حابة خليني هيك أطلع لي أخترع لي لحن، أوكي، وأنا أغنيها وكل واحد هو كشطور صوته حلو خليه يخترع ويغنيها أو يسمع، أنا بحب تسمعوا على سي دي بصراحة عشان أتعلم اللفظ الصحيح. طيب وعد توعدوني تسمعوا على سي دي، أوكي. طيب هلا make a cake
Bake a cake. Carry the cake to grandma. Eat the cake. Finish the cake. Shut the gate for grandma. صوتي حلو. مين كمان صوته حلو زي هيك بالسينجينج؟ يلا نشوف، يلا سمعونا معناها. Make a cake. لاحظوا مس هي ماما، هي بالصورة the first picture. There is mom and she is making a cake. She is making a cake. Make a cake. هلا bake a cake. هلا ما في صورة للbaking. Okay. Carry the cake to grandma. Carry هي الباي مكيف حملها. وين رايح فيها يا ترى؟ To grandma. راح على الجدة. بحب يأكلها عند الجدة. أدهم معناته كتير بحب الجرامما كتير كتير. Okay. Eat the cake. Finish the cake. قاعد هو جدا باكل فيها هاي الكيك الزاكية، كيكة فراولة شكلها strawberry right. هلا eat the cake يعني اكلها. Finish the cake يعني انهيها كملها. Shut the gate for grandma يعني نسكر البوابة ورانا لا الجدة. صح، حرام هي نتعبها وتمشي تيجي تسكر الجيت هاي. صح، هو احنا مؤدبين، احنا بنسكر الباب لما احنا نطلع. صح، ما بنغلب الجدة وهي بتخليها تمشي هيك وتتعب تتعب تتعب تيجي تسكر الجيت. لا، احنا بنسكر الجيت وبنروح على بابا وماما على بيتنا. صح، اوكي ثانك يو. هلا هاي this is about for song. اوكي بليز كويكلي وي هاف اور ورك بوك. ورك بوك اون بيج 7. ورك بوك اون بيج 7. بس انا راح اعمله عليكم كثير، انتم هذا بتحبوا التمرين. صوت الايك زي ما حكيت بس كويك ريفيجن يعني كيك. طلعوا كيف مكتوبة. ميك قاعد بصنع بالباسكت بالسلة، بس انا حكيت لكم كيف اولادي صنعوا هذا البوت الحلو، وان شاء الله انتم كمان شطورين بتعرفوا تصنعوا اشياء حلوة. طيب ميك بيك بيك. هلا هاي بيك بخبز. اوكي بيك. جيت جيت. خلاص بطلت ولا كلمة صير جديدة علينا، كنا صرنا نعرفهم. صح يا تاني؟ right good. plate plate. date date هاي حبت ال date التمر. طيب في عنا هذا ال question number 5 and it's very easy لكن but we have to do it now quickly. complete the sentences. read the sentences. number 1 look we have the date on the plate. صح، موجودة حبت التمر هاي وين؟ على الصحن. معناته the date is on the plate. وقفوا الفيديو واكتبوا اول باول يا تاني يا حلوي. يلا نمبر 2 this is king tom's gate. excellent شطورين، انا عارفكم بتحكوا قبلي كمان بتجاوبوا قبلي شطورين. we can make a cake. we can make a cake. طب انا اسالكم تقدروا تساعدوا ماما بصنع الكيك؟ can you make a cake؟ طب can you help do you help mom in making a cake؟ بتساعدوا do you help help ذكرناها help بتساعدوا ماما بصنع الكيك. yes I do أنا متأكدة إنكم تساعدوها. number 4 we can لاحظوا راحت على الفرن الجراما. bake معناها مدام هيك بدها تخبزها، معناته we can bake a cake. and finally we have we can eat the cake. قاعدين بنقدر ناكل الكيك الزاكي delicious يامي يامي. هلا لهيك ان شاء الله يا رب يكون الحصه كتير حلوه وممتعه. انا كتير بحبكم. I love you I love you so much. ديروا بالكم على حالكم على دروسكم و goodbye goodbye.